ونبدأ نشرتنا الرياضية مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني واللي هيوصل القاهرة الأسبوع اللي جاي بعد أجازة حصل عليها بعد انتهاء معسكر المنتخب الأخير، وهيرجع فيتوريا خلال أيام قبل انطلاق الدوري المقرر له يوم 18 أكتوبر اللي جاي. هيدخل فريق الزمالك النهاردة معسكر مغلق استعداداً لمواجهة فلامبو البروندي في إياب الدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، وطلب البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق من اللعيبة ضرورة استغلال الفرص اللي هتتاح قدامهم من الفريق الخصم وعدم الوقوع في الأخطاء اللي سبق وحصلت في مباراة الذهاب. النهارده كمان هتنطلق فعاليات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 ولحد 28 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 1041 رامي ورامية، ودول من 88 دولة من مختلف دول العالم. اكتسح نادي ليفربول الإنجليزي نظيره جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 7-1 في المباراة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا. جت أهداف المباراة عن طريق روبرتو فيرمينو واللي حقق هدفين، وداروين نونيز ومحمد صلاح اللي عمل هاتريك وهارفي إليوت. رجع الدولي المصري محمد صلاح لمسيرة أهدافه القوية، وقدر يلاحق أهداف الثنائي الناري النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وروبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الإسباني، وده بعد تسجيله هاتريك في مباراة جلاسكو رينجرز اللي انتهت بفوز الريز بنتيجة 7-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالمسابقة. حتى إن الشبكات المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية أكدت إن محمد صلاح سجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال في 6 دقائق و12 ثانية بس، ووصل صلاح برصيده من الأهداف لخمسة في صدارة ترتيب الهدافين بالمشاركة مع ثنائي هالاند وليفاندوفسكي بعد ما خلصت الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا. التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 حسم المباراة القوية اللي جمعت برشلونة الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، ورفع برشلونة رصيده للنقطة 4 وبيحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة، وإنتر ميلان في الوصافة برصيد 7 نقاط. وفي نفس المجموعة تأهل بايرن ميونخ الألماني لدور 16 من دوري أبطال أوروبا، وده بعد فوزه الكبير على فريق فيكتوريا بيلزن التشيكي بنتيجة 4-2، وده في اللقاء اللي جمعهم امبارح ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. فاز توتنهام على إنتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-2، وده في المباراة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. بالنتيجة دي توتنهام في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقط، أما إنتراخت فرانكفورت في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة. خلصنا أخبارنا الرياضية ونرجع للشاذلي دلوقتي عشان نتابع فقرات صباح الخير يا مصر.